اللي عايز يفوت يقف قدامه فاول مهاجم ياخدها منه خليل يجري الزمالك من الجناح الشمال بكار ويحرز التقدم لنادي الزمالك 3-1. عمل له الاسيست كويس قوي هنا في الاعاده من صادق افاده 100%. حلو قوي الكوره، حلو قوي التمريره، يجري ويقطع هيشوط الكوره قويه لكن حائط صد يروح بكار. ثنائيه رائعه من الاثنين الجناحين لنادي الزمالك. سند بكار الكوره لاكرم يسري وخدها منه ويحرى للخمسه اهلي. المباراه بدات تدخل في شكل السرعه، تروح لبكار في الجناح ويحرز بكار بنجاح من الجناح. الوكيل الهدف تتنقل على طول لبكار، الفاول مهاجم تروح في الهجمه السريعه لنادي الزمالك 14-8. في هذه الثانيه فرق 6 اهداف. الفاول المهاجم بيستغلوه كويس قوي عن طريق بكار الجناح الشمال احد اللاعبين اللي حصل. يتقدم الزمالك، تروح الكوره مره ثانيه بكار، يجري بكار من الجناح الشمال الخطوره، يتقدم لنادي الزمالك بفارق هدفين 24. بكار عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة قوي، عمر الوكيل يحرز هدف بمهارة فردية وتصويبة بأداء جميل. عمر الوكيل بكار أهو اخترق لوحده قوي، عمل إيه؟ شاط الكرة بباندا، خد باندا كده خبطت في الأرض وقافل دفاع الأهلي 6-0. عايز يشوط الكرة، يلعب الكرة للدرع، يلعب الكرة لبكار ويحرز الهدف بكار من الجناح الشمال. يتعادل بكار 28-28. التعادل ما بين الاثنين، ما بين القطبين. تصدى علي، يتصدى علي، الكرة مهمة قوي تروح في انفراد، رايح بكار بكار بكار. المباراة معاها تحتار 7-4، الفرق 3 اهداف. شوف هنا الكرة، بص علي، بص الريفلكس العالي قوي، سرعة رد فعل رائعة. عمر الوكيل بكار يلعب الكرة احمد الاحمر، عايز يلعب الكرة لوسام، يمرر الكرة كويس قوي في الجناح يروح فيها بكار بجملة تكتيكية من الخط الخلفي للخط الامامي. بكار يحرز الهدف 15-11. تمرير احمد الاحمر في اخر الثواني، راح الدفاع تماما، هايل المرمى، عدي اسلام يسيب الكرة لمحسن رمضان يحرز الهدف. محسن رمضان 19-17، يجري بكار من الجناح يحرز بنجاح الهدف للهدف. بكار يلعب من الجناح الشمال يقلص الفارق، هدف لهدف. عايز يعدي محسن رمضان على الدايره، يلعب الكوره تروح لعلي اللي يلعب الكوره في بكار للشمال، يروح من الجناح يحرز بنجاح الريمونتادا. رجع الزمالك فرق 3 اهداف 25-22. عادي الكورة لعبها علي لبكار في الجناح الشمال، غير اتجاه حلو قوي، بدا مش يتصدى علي الان، يلمها الوكيل من الجناح الشمال يدخل في انفراد يحرز هدف. التقدم لنادي الزمالك 9-0، وبياخد وقت مستقطع اول للنادي الاهلي. هنا كابتن طارق محروس، عمر الوكيل بدا مشواره مع مر، يلعب الكره للدرع اخير الدفاع، يروح الكره للوكيل يحرز هدف من الجناح الشمال بكار 10-9. يضيف هدف جديد بكار لنادي الزمالك، عملها كويس قوي. لو جت في الاعاده افضل جناح شمال في افريقيا في اخر بطوله في افريقيا، مرره كويس قوي لمحمد علاء. الاثنين خدوا رابع العالم في ارض المحروسه، ففي القائم تروح يحيى الدرع الهجمه السريعه، عايز يمر يلعب الكوره لبكار في الجناح الشمال يحرز الهدف. الزمالك بيعمل السرعه من جهه الشمال عن طريق بكار، ما بيجريش من جهه اليمين عن طريق اهو. ادي الكوره، ادي الكوره في العارضه تروح خالد وليد ينقل الكرة.
بكار استلم الكرة حلوة قوي من الجناح الشمال وفتح نفسه كويس قوي